كل مشاهدي مريم تي في بهالسنة الجديدة، شو بدنا نقول لهم؟ هابي نيو يير، ينعاد عليكم، ينعاد عليكم. مثل ما وعدناكم مشاهدينا، كل مرة بنطوي سوا صفحة سنة كاملة بحلوة وبمرة، بنجاحاتها بإخفاقاتها. مثل ما استقبلنا سنة 2022 برجاء وأمل، بدي أدعيكم أنه تستقبلوا 2023 بأمل أكتر، إصرار أكتر. خلونا نترك أحمال الماضي بالماضي، نطوي وجعنا، نطوي انكساراتنا، نطوي يأسنا، وما نحمل من 2023 إلا شغفنا بالحياة وإيماننا بنفسنا ورغبتنا بأنه نكون بهيدا السنة عم نعمل نقطة تحول. نقطة تحول بتاخدنا للأجمل دايما. فخلونا نحن وياكم نكون عم نحتفل بكل أمل وبكل رجاء، وينعاد عليكم. سنة بتجي وسنة بتروح، ومع كل سنة بينقص عمرك سنة، بيزيد نضوجك وبتندش خبرتك بالحياة. العمر مش رقم، العمر بيتجدد بالروح القدس. بتقول بآخر يوم من السنة روحي وما ترجعي، وكانت سنة بؤس وحزن وألم وضيق، ومين قال إنه السنة الجديدة ما رح تحمل ألام؟ ولولا فسحة الأمل والرجع ما كنا أبداً منحتفل بحلول رأس السنة. آية من سفر مراثي إيرميا بتقول إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول وهي جديدة في كل صباح. يعني المتكل على الرب بيقدر يقاوم كل أحداث السنة. لذلك منصلي ومنقول بارك إكليل السنة يا رب. بهالحلقة الخاصة أنا وزميلتي تمارا ما رح نسترجع الأحداث الأليمة للعام الماضي، إنما رح نضوي على إنجازات كللت مشوار الإنسانية بالعام الماضي، لندخل بأمل جديد وكبير رغم كل الظروف السيئة اللي بتشير للعكس، وإنما نظرنا مصوب على رحمة الله وتحننه وعلى همة أبطال الخير والإنسانية. في زمن الأعياد بتكتر نسبة الحوادث على أنواعها، ولا طالما جمعية جاد قامت بحملات توعية على مدار السنة وخصوصا بهالفترة. حبيت اتشرف بمقابلة السيد جوزيف حواط مؤسس ورئيس جمعية جاد لنحكي بالتفصيل عن الحملات اللي قاموا فيها، إن كانت توعوية لتجنب المخدرات أو تجنب السرعة وعدم القيادة تحت تأثير الكحول، أو الحملات الخيرية أيضا اللي نظموها. وأيضا بيشرفني لقاء المحامية غادة الأشقر، عضو اللجنة القانونية بجمعية جاد. أهلا وسهلا فيكم وينعاد عليكم، إن شاء الله بتكون سنة خير يا رب علينا وعليك. ببلش معك بس بحملة عيد بأمان للقيادة بوعي، بما أنه ازدادت نسبة الحوادث، مثل ما عم شوف حوادث السيارات، واللي عم بيبين الملاحظ أنه أو بسبب السكر أو تقريبا الالتهاء على الموبايل. نحن بزمن الميلاد من عيد فريق العمل، من عيدك وينعيد عليك بالفرح. تسلم الله يديم. حملة عيد بأمان هي شقين، شق الأول القيادة الآمنة، نعم، لأنه كتير بيفتكروا أنه خلال فترة الأعياد بحق لهم يشربوا الكول قد ما بدهم ويسوقوا. والقسم الثاني هي الألعاب الخطرة يلي الأهل ما بيعرفوا ينقوها لأولادهم، مثل الجيم، مثل الدبابة. سيطرة من الأهل على الأولاد، عم بيفتحوا حتى الأولاد الصغار يلعبوا اللي بدهم إياه، يعني حتى الأولاد الصغار. يعني اليوم وقت نجي نقول ولد عمره سنتين ما فيك تجيب له بابا نويل عم بدق على طبل، يمكن دينيه ما بيتقبله صوت اللعبة. هي كل لعبة بيكون عليها العمر، من أي عمر لأي عمر، نعم، بيكون عليها إذا خاض على موافقات شروط الاتحاد الأوروبي CE. يعني في كتير نحن هون بنروح نشتري لعبة الأرخص. أنت قصدك بتأثر على الطفل لما يبلش يكبر ويسوق، أو على طباعه وعنفه من كل النواحي، نعم، يبلش يسوق. هي أول شيء سنتين بينطبع بذهنه للولد العنف، بصير القتل شيء كتير عادي، السرقة كتير بسيطة، في ألعاب قد ما بتأثر بتكسر إشارات السير، قد ما بتربع علامات، قد ما بتسرق بنوك قد ما بتكون بطل، قد ما بتقتل شرطة قد ما بتكون عم بتعلي سكور تبعك. صحيح، هودي الأشياء ضروري الأهل ينتبهوا لهم، يعني مش بالصدفة هودي موجودين. لجانب الأسهم النارية يلي هي على رأس السنة بتصير، والأقواس والسلاح المتفلت. هلا عنا كل سنة قوى الأمن بتعمل بيان تحذيري لموضوع الإطلاق النار
خلال المناسبات والآيات. حتى وزير الدفاع هلا الاسبوع الماضي او وقف بس معروفين ان من ذات الاشخاص بس او مين بيمون عليهم، يعني مين قادر يحد من هالظاهره. هلا الاجهزه الامنيه بيعرفوا من ان كل سنه هن ذاتهم تقريبا، وحرام السنه صار في طاقه شمسيه رح تتكسر، صار في يعني هلا في كوارث اكثر من الرصاص الطائش كمان، وعم بيموت ناس. عم نشوف اخر حادثه بنت صبيه حرام ماتت اجت رصاصه براس. هون كانت حمله التوعيه عيد بامان يلي هو الشقين القيادي مش تحت تاثير الكحول او المخدرات او الادويه المسكنه، لان في كتير كمان بيفتكروا انه الدواء ما له علاقه بالسواقه. اذا اخذت دواء سعل اليوم نسبه الكوريين كتير عاليه فيه، ممنوع تسوق ري على الدواء، بيكونوا كاتبين لك انه هيدا بتاخده قبل النوم. دواء السعلي حتى احيانا ايه نسبه الكوديين بتكون عاليه فيه، يعني الاوبيوم نسبه الافيون في مسكن، يعني هو دواء مسكن. من هون ضروره نخبر هاللبنانيه انه خلونا نعيد بامان. الجمعه الماضيه وهي الجمعه حادثين انا عندي بالبيت، ابني وبنتي خير. ابني ضرب فيه واحد سكران وقف على اليمين، ضربه أول مرة نتفي، ضربه تاني مرة تالت مرة هو موقف على اليمين. أوف. رجع زيح عنه وطار وإجا بالوادي، دقينا للدفاع المدني، دق لي طلعناه من الوادي، يعني إلا نحن مات. اللي ضرب ابنك اللي ضرب صحيح بالوادي. صحيح سكران، إجوا من المخفر عملوا له تاست، قال لا خلص ريحته والسكر العلن وما في لزوم، ما عندهم أصلا المكنة، بعرف أنا ما عندهم إياه. كتبوا بالمحضر، سألت العسكري قال لي 200,000 ليرة بيدفعوا بالمحكمة الضبط. هيدا هو بس الجزء صحيح، هيدا القهرني الأكثر من هيك. هذا عم بيقود تحت تأثير كحول وسبب بحادث. إجا رفيقه طلع عليه اخده، طلع هو سايق شفط السيارة قدام المحضر ما حبس ولا ليلي يعني. لا لا عم بسأل الدرك، قال لي ما عندنا محل وعبء، وين بدي خليه؟ يا عمي هي بكل دول العالم بقشطوه دفتر السواقة، بيحبسوه 6 أشهر بغرموه، يعني انه 200,000 ليره شو هي بالنسبه له؟ 4 دولار بعيده مليون مره بقول له صحيح، يعني عم بيشجعه. كان قتل لي ابني وبذات الوقت، هو كمان قتل حاله. نحن سالت الدركي قال لي لو توفى كان حبس ابنك كمان، كان ابتلى، كان سبب له، كان بلاه يعني، كان ابتلى. وابني ضل كل العمر عم بيفكر انه قتل واحد. نعم. عيش اسير الخوف. هيدي من 4 ايام، من يومين كمان بنتي فيلي من دبي الزروب بالكنيسة الصعود. نعم. جاي حدا بالعرض وضل فايت فيها مواقف على بابه، على عمره 16 سنة، جيبه حقه 120,000 دولار، عم بيقول لي ابني هيدا اخر موديل جيب ماركة معروفة، 16 سنة ما معه دفتر وحده لا امه ولا بي. طيب يا عمي كيف انت عم نحكي اليوم سيارات بلا نمر، ما عاد في درك يوقف، ما عاد في ضبط رادار، بس ما عاد في ضبط سنتور. التغريدة اللي اخذت الافات الفيورز جمعة الماضي ليلة العيد. نعم. في شاب ما قدر يضبط ابنه تحت السن، بلغ عنه حاجز المدفون. نعم، حتى على تويتر انه ابني طالع وبدون مش قادر، بليز وقفوه على حاجز المدفون وحبسوه، قال لهم ليتعلم انه غلطه. ايه وبعجوا عملوا معه لقاء، يعني هو وابنه وطلع انسان كتير صديق لابنه يعني ومتفهم، بس ما بحب يمشي ابنه يعني بطريقه غير قانونيه. اكيد. نعم. لقوا على مدن مهضومين بالمطرح ما راح يسهر الصبي، قدموا له المشروب بلاش لانه قريوا التغريده، يعني شجعوه. شو هذه مكافأة؟ هذه مكافأة على انه اخذ سيارة بيو بدون ارادة بيو. anyway لنرجع للاستاذة غادة، خلينا نحكي شوي قانونيا. نعم. سمعتي شو تفضل فيه واقع استاذ جوزيف؟ هذا هو واقعنا صحيح. قانونيا شو ممكن يصير فيه اضافة؟ يعني عم بيقول القانون بجرمه 200,000 جزء بس ماشي هي. نعم. شو فينا نعمل غير هيك قانونيا؟ هلا بتعرف نحن على ابواب راس السنه يعني، وكل الناس حابه تشرب وتغير، انه ناقلين على سنه. نعم. جديده يعني، بس دائما بيكون الى جانب هالفرحه عنا قلق من حوادث السير يلي اغلبيتها ليله راس السنه بتصير تحت تاثير المخدرات او تحت تاثير. صحيح. الكحول. هلا رح نحكي عن النسبه المسموح فيها اثناء القياده يلي حددها قانون السير عام اللي صدر عام 2012. بيقول انه كل سائق سياره او مركبه
ممنوع يشرب كحول بنسبة بتتعدى 0.5 جرام بالليتر، يعني تقريبا كاس مش أكتر. وبالتالي هالنسبة حدا بينزل على نايت كلاب أو على مطعم ليشرب كاس أكيد بده، لكن بالرجعة ما بده يسوق السيارة، ما هي تاكسي مثل ما كانت كل حملات التوعية اللي يقوموا فيها يحكوا عنها. أكيد هلا بالنسبة أكيد لسائقي البسيط والنقل العام أكيد هالنسبة لازم تكون صفر. هلا إذا النسبة تراوحت بين 0.5 و0.8 هون بهالحالة بصير الغرامة 200,000 مثل ما سبق وقال مسيو حواد، وإذا كانت فوق 0.8 جرام باللتر هون الغرامة 350,000 بدون سجن. بدون سجن. هلا العقوبة أي متى بتتشدد؟ لما بتتجاوز النسبة الجرام بالليتر. نعم. فبهالحالة لو ما صار في أي حادث سير بده يتوقف الزلم، يعني إذا في حاجز درك وتوقف على الحاجز وطلبوا منه إجراء فحص الاختبار بواسطة آلة الفحص الاختبار إذا كانت موجودة معهم يعني، وتبين إنه تجاوز هالنسبة، هون بيتم حجز السيارة تلقائيا يعني. نعم. بدون وقوع أي ضرر ولا شيء، بس مجرد شارب هالكمية من الكحول، وبيتعرض للسجن لمدة سنتين وبغرامة أيضا 1,000,000 ليرة. بلشت هلا صارت اصعب. هلا ايضا بتتشدد اذا صار في تسببت بحالات وفاه للغير. يعني اذا توفى الشخص الاخر بسبب الحادث هيدا هون العقوبه بتوصل لاربع سنين حبس و6,000,000 غرامه. اما اذا تسببت لاضرار ماديه ويعني جاب هيدا الشخص الغير اضرار انه جسديه تعطيل عن عمل لمده 3 شهور هون الحبس بيصير 1.5 سنة وغرامة 4,000,000. نعم. وطبعا بهالحالات يعني عم نحكي بس عن الغرامات، ما عم نحكي عن التعويضات الشخصية، هون أكيد في تعويضات وبتكون كتير قيمتها عالية. نعم. بحالة أستاذة غادة مش عم كعكي بالسؤال. نعم. بس بحالة هالشخص اللي مبين من الخبير انه هو سبب الضرر لغيره ولكن مات بالحادث مثل ما كان عم يحكي استاذ جوزيف، لو توفى كيف في قانون هيك؟ يعني كيف بده يجرم القانون الشخص اللي بعده عايش وهو متضرر منه؟ هلا هون اكيد الخبره بيكون في تقرير للخبير وبتتحول القضيه للمحكمه، بصير في هون اكيد القاضي بده يحقق، بده يستجوي بالشهود اللي بيكونوا موجودين بالحادث، بيكون في كاميرات مراقبه اوقات بيسحبوها. بيشوفوا الخطا صادر عن مين، يعني وعلى اساسها على التحقيق وقرار القاضي يحكم اكيد، وعلى اساسها بقرر قد ايه العقوبه وشو هن التعويضات يلي ممكن تنفرض. نعم استاذ جوزيف، يعني على فتره الميلاد مثل كل سنه حضرتك بتقوموا مع كل الاعضاء باعمال خيريه بحفلات للمسنين او للاطفال، شو كانت هالسنه نشاطاتكم اذا بدنا نعمل شوي ريكاب، وشو كانت لنكمل موضوعنا بنفس الاطار كمان الحملات اللي قمتوا فيها سابقا خلال العام 2022 ولقاءاتك مع رجال السياسي والأحزاب، وكنت بالعادة لك كمان تسافر تشوف مؤتمرات تشارك فيها، وخلال الحديث رح نشوف أكيد صور عن نشاطاتك. نحن كل سنة جاد من 42 سنة 41 هالسنة 42 عنا ميتم حريصة، نحن قائمين بمساعدته، عنا مطعم المحبة بجبال بنساعدهم، عنا عدة عيال بنوزع له مواد غذائية عبر السنة كلها. السنة جبنا قدمت لنا مؤسسة الدكتور جيلبير مجبر مشكور لعب للأولاد، اشتغلنا مع نساء جاد جبنا تياب لأنه الولد على عيد الميلاد حلو يلبس تياب جديد، يمكن ببحر السنة بيجينا كتير تياب مستعملين، بس بينما عيد الكبير وعيد الميلاد أنا بقول لهم لو شو ما كان بدنا نأمن لهم تياب جديد لأنه الولد بينبسط بهود العيدين. صحيح. وأمنا لهم شوية حلويات للعيد وعملنا لهم عدة حفلات. هون كان معنا سفير الإنسانية، أنا أطلقت عليه لأنه بالفعل هو سفير الإنسانية المطرب توفيق تنوري مشكور، دائما بيقدم حفلات ولا مرة بيقصر معنا، إذا بتقله 10 حفلات بالجمعة بيحمل العدة الموسيقية. الله يبارك فيه حقيقة. والمهندس الصوت معه بنشوف صورته مشكور على الشاشة. مشكور اليوم الفنانين المرتبة أولى
ما بيردوا ولا بهمهم ولا بيساعدوا. يعني مثلي بقول لك انا باخذ 200,000 دولار، انتم جمعيه رح ناخذ 190 كرمالكم، يعني ما بتلاقي حدا عم يعمل لك حسن لانك جمعيه ربحك جميله 10,000. هودي الاشياء اللي بنعملهم هودي زياده عن شغل جاد يلي هو بالتوعيه من اخطار المخدرات والتوعيه من اخطار الكحول وال وال وال. هلا موضوع الكحول بصوره خاصه، لانه كثير بيقولوا لنا انه انتم داعشيين جايين تمنعوا الكحول. لا، نحن مع انه يكون بلد سياحه قائم على قانون لينظم بيع الكحول. يعني نحن ضد ابن 10 سنين يروح يشتري انيت ويسكي من الدكان، الدكان جي يبيعه، انه يا خيب ولا بلد بالعالم ببيعه قاصر كحول، ولا بلد بالعالم تحمل انيت الالكول وبتسوق بيمرق الدراج حدك الشرطي بيطلع فيك تقول له مرحبا بيقول لك مرحبا بيكمل عادي. نعم عادي. ولا بلد بالعالم في 122 محل هودي ناولني على الاوتوستراد بين بيروت وجبال بيبيع القاصرين بيبيعك الكول. نعم. بتوقف انتو بالعربيه بتقول له مع كبيتين ثلج، بيجيب لك بيهديك هو كبيتين ثلج هديه الانيت الفودكا اللي بيعك اياها يا انيت الايكس. هلا بدنا نشوف مع الاستاذه بس تخلص حديثك اذا في قانون يجرم اللي عم بيبيع. اكيد. هلا اليوم نحن ضد يفجروا مثل ما عم بيصير بسور المطاعم اللي بتبيع الكول. نعم. ضد الارمل اللي عم بيحرقوها لانه دعايه لبيره وطنيه بطرابلس. لا، نحن منا هيك، نحن جايين ننظم قصة بيع الكحول، تنظيم مش تقارب. أربعة ثلاثة يشربوا، واحد الشوفر ما يشرب. يا أخي بكل دول العالم بدل في السائق بحطوا له ورقة بالنايتات. أنا بشوف بألمانيا، بلندن 12:30 بنص الجمعة وواحدة ونص سبت وواحد بيوقفوا بيع الألكول. نعم. نحن 24 ساعة بتروح على محل بدل يبيعك ألكول عادي. الحمد لله تجارنا ما بيشبعوا. من سنتين بمدريد عم جيب عم بعمل كوليكسيون بيرة للمتحف، عم نعمل هلا تاريخ. نعم. الكحول بالاخص الكحول اللبناني المبيد والعرق اللبناني. هلا المتحف انت بالجمعيه كان بالعاده الشغل المخدرات توعية. هلا عم بتزيد عليه كمان متحف علمي. نعم. مفصول كليا ما خص بالتوعي. صحيح. هو اشياء علميه. انا بحب هالكركة الجدي كان يعمل فيها عرق بعدني محتفظ فيها. نعم. بمبسط وقت اللي بسمع المبيد اللبناني. مثلا امبارح عم بحكي صديقي عنده شركة مبيد كبيرة، قال لي انا على 10 سنين كل منتوج الصين اخدته قد ما هي الكمية. يعني هودي يمكن عكس اللي بشوفوه العالم انه جاد ضد الالكول. لا، نحن منا ضد الكحول. عم بعمل متحف لتاريخ الكحول، عم بعمل كوليكسيون بيرة، عم بشتري من سوبر ماركت 7.3 ما كان يبيعني بمدريد. نعم. قال لي نحن بعد 7 عشية منوقف بيع الكحول. نعم. يا زلمي انا رايح وانا اجنبي وانا ماني قاعد هون. ما كان يرضى يقول لي القانون. تصديقا على كلامك، في قانون للتسكير المحلات مش بس كان كحول او شيء. انا كنت ببلجيكا يعني وما بيسكر محل 8:30، وصلت 8:30 الا 5 هو عم يضبطب بدي علبة شوكولا، قال لي لا روح عند غيري اذا بيعطيك خد من عنده. مش بعينهم يعني، خلص القانون يحترم، بيكتفي بيعرف حاله بيسكر بهالوقت، عم بيحترم موظفين اللي عندهم، ما بيزد لهم وقت الشغل، وهو مش انه بدي ضلني او بده ينافس المحل شو ما اللي حده، بضلني فاتح او ينافس المحل اللي حده هيداك مسكر. هيك فتح انا مجال لغيره كمان يسترزق ويستفيد. يا ريت عندنا هيدي النفسيه وهيدا التفكير. بهمه مصاري وبهمه يطلع. قبل ما نعطي الكلام للمتر، انا عندي صديق لقلي بوزارة المالية بشتغل انا وياه، هو بيمثل وزارة المالية بجاد. نعم. وبلا زغرة كتير ادمي، عم بقول له بالنسبة للقانون الالكول، قال لي نحن بعدنا ايام الاتراك، نحن هلا عم نجرب نعمل قانون جديد حديث مع الجامعة الامريكية، في عندهم وحدة بالجامعة الامريكية بتعد قوانين وبتقدمها. نعم. لمجلس النواب ليمشوا فيه. قلنا شي 7 سنين 8 سنين عم نشتغل بهذا القانون الكحول، وانا اصريت ما نغلط غلطة القانون التدخين، لانه قانون التدخين كلهم بيقولونا تسرعتوا فيه، كان لازم تدرسوه اكتر وكان لازم تهيئوه اكتر. قانون الكحول بتفاجأ انه بعدنا ايام الاتراك، يعني بعده الضبط 3-4 آلاف ليرة، بعدها رخصة بيع الكحول 20,000 ليرة. وبقول لي هيدا المدير بوزاره الماليه صديق، بقول لي ما بنعرف لمين بدنا نحولهم، بيبقوا يعني اذا حدا اجى اخذ رخصه بيع الكول.
منحطهم بأنفلوب ومنكتب عليهم ما بنعرف أي جهة. كمان ما بتوصل المزاري للدولة. مش معروف هلا اعطيتهم افكار جديدة. معروفين مين ليزيدوا الضرايب. لا هلا مع مع السعر صرف الدولار على 6 صار بيناسبهم. هلا الضريبة ضريبة على الكول شيء ورخصة بيع الكحول شيء ثاني، ورخصة الضبط يلي انت عندك عم بتبيع الكول وما عندك الرخصة هيدي كمان، يعني هو ضبطين. عنه استاذي غادة تفضلي. اكيد هلا كل محل بده يبيع الكول لازم ياخذ رخصه من وزاره الماليه مثل ما عم بقول مسيو حواد. والالكول ما لازم ينباع لتحت السن، هيدي اكيد يعني يعاقب عليها وبيتحول فيها على المحكمه. السن عندنا 18 الرشد ولا 21؟ لا بالنسبه للالكول ال 21 ما بيقدروا يشربوا بعد سن 18. في مثلا بالنشاطات اللي كنت عم تحكي فيها الميلادية والخيرية، في متطوعين بتحس بعد الشباب عندهم روح التطوع؟ هلا قلوا لانه صار الشاب ملتهي باكله يعني لا ينتقل من محل لمحل. كنا نطلع مثلا على ميتم حريصة 6-7 سيارات، طلعنا عربيتين قاعدين فوق بعضنا. يعني لاحظت انه انا اليوم تأجي ادفع مليون ليرة لاجي اطلع خدني بلاقيك بنطرق على الاوتوستراد. قال له أكيد صار مكلف التنقلات. اكيد اليوم ما بينلاموا، يعني هذا الشاب المتطوع عادة ما تقول كلمة تطوع بغير دولة بتعطيه بدل نقل، بتعطيه اكل، بتعطيه معاش كتير قليل. هيدا بالنسبة مفهوم التطوع برا. نحن مفهوم التطوع عنا بجاد بدك تدفع، بدك تروح متر مثلا عنا شغلة، هي بتدفع تكاليف النقل، هي بتدفع طوابع، هي بتدفع طبعا في اليوم فتح ملف. صحيح جاد عم تشتغل على مواضيع، في عنا شيء 32 موضوع هيدي السنه محضرينهم كنا متابعينهم. عندك شغل كتير يعني استاذ. نرجع نعم لانه مسيو حواد نشيط اسم الله عليه بالجمعيه وعم تتناول لانه الدوله غايبه مات. مزبوط، وجمعيه جاد عم تتناول مواضيع كتير يعني مش بس عم تنحصر. يعني الاول ما بلش بالمخدرات قام عليه كتير اشخاص وبعدهم يعني تعبوه. أكيد. أكيد وعم بيصير شجرة فيه هجوم دايما ترشق بالحجارة. هو لو في شيء غلط لقطينه عليك ما كنت 42 سنة مكمل. هن بدون شيء بيركبوا ملفات وبيخترعوا لك لتوقف توعي الشباب عن المخدرات. أكيد ما بينسبهم التجار فبيطلعوا عليك. وشفنا إشاعات. فضايح شفنا مثل ما كانوا يعملوا مع أبونا مجدي نفس الشيء. الله يحميك ويحمي عائلتك يحمي أولادك. اخر نقطة هيك بدي احكيها فيها معك هي التعاون مع المؤسسات والجمعيات المماثلة لجمعية جاد وخصوصا بكندا. شو صار؟ اوكي نحن بلشنا حاليا بتأسيس جاد بكندا. مدام ليندا ليدا عراجي، ليدا ناشطة جدا ومن الاشخاص السوبر جيدين على مستوى كندا. قدمت ترخيص للدولة اللبنانية. ترخيص من قبلنا نحن بالكلفنية قدمته للدولة الكندية وبلشت تشكل اللجان. وجاد كندا مثل ما عنا جاد بألمانيا بالاتحاد الأوروبي، مثل ما عنا بلشنا بأمريكا، مثل ما عنا مندوبين بالعالم العربي، عم نخلق فريق عمل يدعم جاد لبنان. هلا ماديا قصدك ومعنويا؟ ليدا هي حابه مدام ليدا تشتغل على منطقه البقاعيه من بر اليأس. وكان عندها طلب صغير انه نعمل كلينيك لعلاج المدمنين. سالتني انا ضد مركز الداخلي وانا المركز ده مش عامل مركز للمعالجه. كان عندنا سكرني مركز الداخلي بس عندنا 23 حكيم بيشتغلوا على برامج خارجي العلاج الكلينيك الخارجي، يعني بيروح المريض لعنده المدمن. صحيح هودي بيعطوا نتيجة أكتر. أنا كنت بمؤتمر بفلورنس من سنتين بإيطاليا. ليه ضربة المدمن بتضايقه نفسيا؟ بعد سنة ونص عم بيقعد بالمركز، هو جاي من مركز الداخلي راجع على البيت بميل بيشتري مخدرات، بيرجع يشتري مخدرات كأنه ما عملنا شيء. لازم تصير تدريجيا هي يعني تقدر ينخرط بالمجتمع. صحيح لأنه يعني بيصير في عنده صعوبة ليرجع ينخرط يشوف يعني ما ثبتت فعاليتها قصة. لا صعب كتير إنه بيخلوه العالم كله لإلغاء بيخلوه يتجنب المجتمع ويقعد بمركز علاج فترة 6 أشهر لسنة. هلا إذا إيروين ووضعه العائلي فارط ما في أهل ما في شيء يستحسن يقعد بمركز. بس ظبط له مشاكله القانونية والمادية والأسرية والنفسية وخليه يكمل حياته عادي. ليه بدك تبعده عن عائلته سنة ونص؟ ليه بدك تحرم أولاده منه سنة ونص؟ ليه
مرته بدها تعيش بلا رجال سنة ونص عم تخلق مشاكل أسرية و و و لا عملنا هاي الكلينيك، فكرة الكلينيك انه تابعه وحل له مشاكله القانونية، دبر له شغل. بعد هي قصة إرادة منه كمان، يعني إذا بيقدر يداين ولا مزبوط. لا، لأنه إذا بتشجع الأشخاص لو كمان تعالج وما عنده إرادة بده يوقف منه ما اقتنع، مش رح يستفيد أصلا. اللي احنا من هون عم نشتغل على الخارجي اكثر وعم تعطي نتيجه اكثر، يعني هي 6% 8% يعني كمان منا هالارقام الكبيره. 96% من سكان الكره الارضيه ما بيتعاطوا مخدرات و4% بيتعاطوا مخدرات، هي حسب تقرير المنظمات الدوليه مثل منظمه الصحه العالميه واليو ان او دي سي. وجينا فكرنا انه نحن كرسنا وقت طويل لمساعده المدمنين وشغلنا كله كان مع المدمنين، لقينا انه القسم الكبير اللي هو 96% تعوطى نحافظ عليهم بعيدا عن المخدرات، كيف بدنا نخليهم ما يوقعوا بمشكلة المخدرات، والاربعة بالمية شو بنقدر نساعدهم؟ بنقدر نساعده كمان نحن ميزانيتنا، نعم نحكي 6 جمعيات مرخصة عندنا، مثلا الرياضة ضد المخدرات مرخصة من وزارة الشباب والرياضة تابعة لجاد، 9 فرق رياضية ما تواخذني إذا شورت وقميص، هلأ جبنا 15 شورت وقميص فاتح و15 شورت وقميص غامق لأنه بطولة لبنان بتقتضي أنه يكون عندك بدلتين. حكينا أستاذ ميشيل أبي رميا مشكور، قدم لنا التياب بطولة لبنان مجبورين نلعبها، إذا ما لعبناها السنة بنخسر الرخصة، وكل جمعية هيك يعني كل جمعية عندها مصاريفة عندها تتيجي 6 جمعيات بظرف 3 سنين. الجمعيات اللي عم تخلقوهم بأوروبا وغيره بتمدنا بالمعلومات مصاري؟ لا لا بعد ولا مرة. لازم يصير في هيك أدوبتاسيون يعني ألمانيا يعني وتبني ألمانيا مشكورين جاد ألمانيا نجي عساكر السنة الماضية قدم لنا 500 أورو كان وضعنا لحي أفلس بس انا رح لك قليل بالنسبه لجمعيه عندنا اخر 4 سنين ما بيوصل بس كتر خيرهم بالنهايه 6 جمعيات مش واصل 3000 دولار ما بيعملوا شيء لـ6 جمعيات طبعا فرق رياضيه واحده ولا اذا بدك تعمل ندوه تنظمها بتساعدك ولا يمكن مؤتمر واحد بتحطهم كلهم بمؤتمر من هون واحد. جاد قايمه على العمل التطوعي كل شيء عم بتشوفه يعني هالنشاطات هن اشخاص ان شاء الله يكون زيارتك للسفراء او وزراء او نواب عم تخدم ولا بس شكليه ممثلين كله بيوعدك وكله بس تفل ما بقعد يرد عليك وكله بيعطيك هين الاستقبال بس تحقيق وعود. الوعود ما مش مزبوط وعود اليوم كلمه بوعود. اخيره لك استاذي غاده انا بدي اتمنى عيد ميلاد مجيد للكل اكيد وان شاء الله يا رب لبنان هيك هالعيد يحمل للبنان الخلاص معه وبتمنى لكل المواطنين قيادة آمنة. مرسي نعاد عليك استاذ جوزيف. شو بدك تقول للشباب؟ هالشباب امك ناطرتك بيك ناطرك يسهر معك يكون حدك ما تشرب وتسوق اولاد العالم منا رخيصة هيك تجي يعني عم تقتل حالك وعم تقتل غيرك بحوادث السير 365 صحيح. حالة وفاة السنة 30% هن اشخاص كانوا تحت تأثير كحول ومعظمهم شباب اللي عم بيموتوا يعني 20 و21 و19 في عائلة ناطرتك في ام ناطرتك وفي اولاد العالم كمان اهاليهم ناطرينهم انتبه ما تشرب وتسوق عيد بامان انا بدي اتشكركم وان شاء الله صوتكم بيوصل عبر وسائل الاعلام وعبر كل النشاطات اللي عم تقوموا فيها بريك وبنرجع بنواصل فقراتنا براسك تنفس آخر أنفاسك وبتروح عمرك بإيديك لو شي مرة تجربها حياتك رح تخربها تاكلها وبتروح عليك
ليش تخاطر بحالك ما بتتعطى كرمالك؟ ليش تخاطر بحالك ما تتعطى كرمالك؟ بعدك أول شبابك ما تضيع حياتك هيك، ما تضيع حياتك هيك. ليش تخاطر بحالك ما تتعطى كرمالك؟ بعدك أول شبابك ما تضيع حياتك هيك، ما تضيع حياتك هيك. ما تحلم انك ترضيك، شمي منها رح تأذيك، ترضي ع ضحكة عينيك. لو شي مرة تجربها حياتك رح تخربها، تاكلها وبتروح عليك. ليش تخاطر بحالك ما تتعطى كرمالك؟ ليش تخاطر بحالك ما تتعطى كرمالك؟ بعدك أول شبابك ما تضيع حياتك هيك، ما تضيع حياتك هيك. ما تتعطى كرمالك؟ بعدك أول شبابك ما تضيع حياتك هيك، ما تضيع حياتك. ما تضيع حياتك هيك، ما تضيع حياتك.